المهمة تاعنا تتمثل في مراقبة ومتابعة مدى تطبيق بروتوكول الخاص بمكافحة ومجابهة فيروس كوفيد 19، وكذا تقديم نصائح وإرشادات للتلاميذ والطاقم المشرف على المؤسسة ولا المدرسة. لاحظنا من خلال الزيارات الميدانية الضغط النفسي للتلاميذ، مازال ما تعودوش على الكمامات، هذا البروتوكول الصحي، الأفواج، الحاجة زعما جديدة على التلاميذ. الدور تاعنا أننا نديرهم حصص في المدارس عملية تحسيسية، وعند ملاحظة حالة زعما أكثر إصابة ولا نعاود نفوتوا المصلحة تاع الطب المدرسي. بالنسبة للكمامات هناك نقص كبير، معناها رغم أن التلميذ الصغير ماهوش مطالب به يستعمل الكمامة، لكن وقائيا نستعملوها. زيارات ميدانية إلى كل المدارس وين وفرنا لهم الكمامات بالقدر الكافي، ورانا طلبنا ثاني كان مقاولين اللي عاونونا وجابونا كمامات، وذلك لتلبية رغبات الأبناء نتاعنا.